Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. أوباما الذي كاد يخبو نجمه استطاع فجأة مع إعلانه نبأ لطالما كان حلم سلفه وحزب رصد الموارد وخصص القادة العسكريين لتحقيقه متعهدا قتل الرجل الجائز أسامة بن لادن. صورة أوباما المنتصر أعادت إلى الأذهان مشهد ذلك الأفريقي المرشح لرئاسة أعظم دولة في العالم، وأعادت السؤال عن شخصية ذاك الرجل الأسود الذي كثيرا ما شكك في قدراته عدد غير قليل. ولد الرئيس الأمريكي الحالي باراك حسين أوباما في 4 أغسطس آب عام 61 في هونولولو هاواي لأب كيني يدعى باراك أوباما وأم أمريكية بيضاء من أصول إنجليزية تدعى ستانلي آن دونهام. والداي لم يبدوا قط مثل بقية الناس من حولي، والدي كان شديد السواد ووالدتي كانت بيضاء كالحليب. جملة دونها باراك في كتاب مذكراته Dreams from my father، هو الذي لم ينعم بدفء العائلة المتزعزعة بسبب انفصال والديه وهو في 2 من عمره واضطراره إلى الانتقال إلى جاكرتا في اندونيسيا بعدما تزوجت أمه ثانية من طالب اندونيسي يدعى لولو سويتورو. وفي 10 من عمره عاد باراك جونيور إلى هاواي حيث عاش مع جده وجدته لأمه، وبعد عام خسر والدته التي قضت بمرض سرطان المبيض ووالده بحادث سيارة. ويذكر الكاتب الروائي سكوت تورو أحد أصدقائه أنه في تلك الحقبة انتظم أوباما مدة 2 سنين في مدرسة إسلامية، ثم التحق بعد ذلك بمدرسة مسيحية كاثوليكية ليعتنق المسيحية بحسب طائفة كنيسة المسيح المتحدة. You deserve cookies? Yeah! On Christmas Eve, many years ago, I lay quietly in my bed. لأوباما 7 إخوة وأخوات غير أشقاء من زواج والده وأخت غير شقيقة من زواج أمه. أوباما كان جريئا كفاية ليكتب عن تجربته مع الكحول والماريجوانا والكوكايين في سنوات المراهقة، وليعترف بأنه كان يتناولها لمحاولة نسيان الأسئلة التي تجول في خاطره فيما يتعلق بهويته، واصفا تجربته مع المخدرات بأنها أكبر فشل أخلاقي. التحق الشاب الأسود بإحدى جامعات كاليفورنيا قبل أن ينتقل إلى جامعة كولومبيا في نيويورك ويتخرج منها عام 83 حاصلا على بكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ثم عمل في مجال العمل الأهلي لمساعدة الفقراء والمهمشين، كما عمل كاتبا ومحللا ماليا لمؤسسة بيزنس انترناشنال كوربوريشن. وفي عام 91 نال شهادة الدكتوراه من كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وفي جامعة شيكاغو درس القانون مدة 12 عاما كأستاذ للقانون الدستوري. وهناك التقى شريكة حياته ميشيل روبنسون التي جمعته بها قصة حب من النظرة الأولى تكللت بالزواج عام 92 وأثمرت ابنتين هما ماليا من مواليد عام 99 وناتاشا الملقبة بساشا من مواليد 2001. في عام 96 انتخب عضوا في مجلس شيوخ ولاية إلينوي لينخرط رسميا في نشاطات الحزب الديمقراطي. وفي 20 الثاني من عام 2004 فاز في انتخابات الكونغرس عن ولاية إلينوي بنسبة 70% من إجمالي أصوات الناخبين في مقابل 27% لمنافسه الجمهوري، ليصبح واحدا من أصغر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي سنا وأول سيناتور أسود في تاريخ مجلس الشيوخ الأمريكي. رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2008 كمرشح للحزب الديمقراطي، وخاض على أساسه صراعا مع المرشح الجمهوري جون ماكين للوصول إلى البيت الأبيض. وخلال هذه المدة تعرض أوباما لعملية اغتيال في 27 من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2008 نجا منها،
حيث ألقت قوات الأمن الأمريكية في ولاية تينيسي الجنوبية القبض على شخصين كانا يخططان لاغتياله باعتباره أول أمريكي من أصول أفريقية يترشح لمنصب الرئاسة في تاريخ البلاد.